السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الشكل وفهم المقروء، يعني غادي نديروا اليوم الشكل وفهم المقروء، وفي فيديو آخر إن شاء الله غادي نديروا الصرف والتحويل والتراكيب، وفي فيديو آخر إن شاء الله غادي نديرو التعبير الكتابي. إذا بالنسبة للشكل عندنا واحد الجمل هنايا: إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية، إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. إذا دائما الشكل كيكون بالإعراب. إذا إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية شريتي إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. إذن إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية، إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. نعم، إذا بعد ما درنا الشكل دابا ندوزو لفهم المقروء. هنا عندنا واحد النص غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على الأسئلة ديالو. إذا النص هو هذا، في البداية غادي نقراه: إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما، وينشأ عن هذا الاختلاف حوارا يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني. الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب للتعامل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصارى ويجلس معهم جلسات طويلة يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية. إذن هذا هو النص. غادي نحاول معكم نجاوبوا على هذه الأسئلة المقترحة هنايا. عندنا 7 ديال الأسئلة. أولا اقرأ النص أعلاه وأجب عن الأسئلة. إذا النص قريناه وغنجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول: ضع علامة في أمام نوعية النص. إذا نوعية النص، واش هو عبارة عن مقالة، عبارة عن رسالة، عبارة عن خطبة، أو عبارة عن حكاية؟ إذا من طبيعة الحال النص هو عبارة عن مقالة. نعم، إذا هو عبارة عن مقالة، كيهضرنا على الحضارة الحقيقية. ثانيا: ضع عنوانا مناسبا للنص. إذا بالنسبة للعنوان مناسب للنص، إذا بالنسبة للعنوان مناسب للنص ممكن نديرو أي عنوان يتناسب والنص. إذن ممكن نديرو الحضارة الحقيقية، ممكن نديرو أيضا الحضارة وفقط، ممكن نديرو الإسلام والحضارة. إذن كلها مقترحات كعناوين لهذا النص. نعم. ثالثا: استخرج الضاد الكلمات التالية من النص. إذا غنحاولوا نخرجوا الضد ديال هذه الكلمات. إذا هنايا تنكر و
هنا أكثر غنحاولوا نخرجوا على ضد، يعني تنكر. ما معنى تنكر؟ إذا من طبيعة الحال غنحاولوا نتساروا. نلاحظوا إن الحضارة الحقيقية التي تعترف بوجود الآخر، إذا تعترف، تنكر تعترف، الضد ديال تنكر هي تعترف، إذا تعترف تعترف تنكر تعترف. أكثر تروا على الضد ديال أكثر، نعم بوجود الآخر اعترافا وتنمو إن شاء عن هذا الاختبار. حوار يبنى كل الأطراف أراء في محاولة للوصول لنقاط تساوي أو حتى تحقيق على أقل تقدير، على أقل، هي أقل، أقل تقدير. نعم إذا الضد ديال أكثر هو أقل، نعم إذا أقل، إذا أكثر أقل، نعم. دوز السؤال الرابع، استخرج مرادف الكلمات التالية من النص. إذا الآن غنتساراو على المرادف، يعني الشرح ديال الكلمة، ما غنتساراوش على الضد، غنتساراو على المرادف. يصر يناقش، ما معنى يصر؟ يصر المعنى ديالها حنا كنعرفوه بأنه هو يلح. غنتساراو في النص واش كاينه يلح ولا لا. إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا، يحترم وجوده وفكره باحتراما، وينشا عن هذا يبنى فيه كل طرف، يبني كل طرف وآراءه وانتقاداته في محاولة وحتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصدم ولا تتعارض، ما دام الحوار مبدأ أساسي ينص عليه. ويلح، هاي ويلح، نعم إذا يلح، يلح، نعم. يناقش، إذا هنايا كاينة في النص كاينة يحاور، إذا إلا تساريتو غادي تلقاو يحاور، نعم. إذا الحوار مبدأ أساسي، النبي صلى الله عليه وسلم يحاور، يحاور المشركين، نعم. إذا يحاور، يحاور، إذا يصر هي يلح، يناقش هو يحاور. إذا آتي بخريطة الكلمات التالية، إذا تعترف، تعترف، إذا تعترف النوع ديالها هي عبارة عن فعل، فعل مضارع. وبالنسبة للمرادف تقر، تقر أو لا تبوح، نعم تبوح، إذن يقر أو يعهي ويعترف، نعم. الضد ديال تعترف ضد وتنكر، تنكر، نعم. تركيبها في جملة، إذن تعترف التلميذة بحضارة أجدادها، بحضارة أجدادها، إذا استعملنا تعترف التلميذة، نعم. سادسا عندنا ما هي الحضارة الحقيقية، إذا حسب النص الحضارة الحقيقية، حضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما حسب النص. دوزو الآن السؤال السابع والأخير. بالنسبة للسؤال السابع، ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام؟ إذا الدعوة في الإسلام كان أسلوب، كان أسلوب الدعوة في الإسلام يعني مبني، مبني على الحوار، الحكمة والموعظة الحسن. اذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كان كيخص الشكل وفهم المقروء. كنت معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.